أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول شيء قبل أي حكي بنشكر الجمهور هذا اللي وقف معنا وسندنا لدقيقة 90، والحمد لله رب العالمين. كنا خاصة بالشوط الثاني أفضل بكثير واستحقنا الفوز الحمد لله رب العالمين. هي مباراة زي أي مباراة عادية ثانية، بس الحمد لله رب العالمين كنا بحاجة الثلاث نقاط، والحمد لله من فضل ربنا أخذناها الحمد لله رب العالمين، وتأهلنا الحمد لله رب العالمين. أكيد يعني راح يكون في توتر، بس ما دامك دخلت الملعب وتشوف الجماهير هاي يعني بتشجع راح تنسى كل شيء وتلعب مشانها حبيب. شكرا لك، يسعدك حبيب.